الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا ديننا، نتحدث عن الخلافة نقول هذا ديننا. صحيح. يعني هذا الإسلام العظيم ديننا الذي رضيه الله لنا، وهو كلمة الوحي الأخيرة إلى أهل الأرض، له بصمة معينة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكونوا متميزين. نعم. متميزين في العقيدة، متميزين في العبادة، متميزين في الشكل، في السمت، في الدل، في كل شيء. مسلم متميز في كل شيء. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالف المجوس، خالف اليهود والنصارى. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون وسيلة النداء للصلاة بوق كبوق اليهود، أو ناقوس كناقوس النصارى. لا، تميز. الأذان متميز، الأذان يهتف بنا: هذا ديننا، الله أكبر الله أكبر، حي على الفلاح. فهذا التميز، النبي عليه الصلاة والسلام قال: قصوا الشارب، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. نعم، عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي نظام إسلامي يقول هذه اسمها زكاة، الأمم عندها ضرائب، وفرق بين الزكاة والضرائب هو الفرق بين الإسلام والكفر. الأمم عندها قتال وحرب، ما من أمة إلا وتحارب إذا امتلكت القوة، لكن الحرب في الإسلام له فقه اسمه الجهاد. يبقى الإسلام له بصمته وله طريقته وله مصطلحه الذي يصك به الأمور، اللي هي الهوية الإسلامية. فنظام الحكم في الإسلام اسمه الخلافة. كما أن السياحة في الإسلام هي الحج. إحنا ليه عايزين نترك البصمة؟ ما هو إحنا لو تركنا البصمة في نظام الحكم قد يطلب منا أن نترك البصمة حتى في العبادات التي نعبد الله بها. صحيح. وفي بعض الأصوات المنكرة التي تقول: لماذا لا تكون الزكاة ضمن وزارة المالية ووزارة الضرائب، وتكون في جملة الضرائب؟ فأنا الذي أريد أن يصل إلى أذن المستمع الكريم أنه كما أن الإسلام وضع بصمته ونظامه في كل شيء، جاء عند نظام الحكم في الإسلام وسمى خلافة. وضحت هذه النقطة؟ نعم. طيب، لما نأتي إلى العهد الذي نحن فيه الآن، نعم، لما بدأت النظم الدولية الحديثة تعرف لغة التكتلات السياسية والمنظومة الأممية ويقترب من معنى الخلافة الإسلامية، فرض علينا نحن أن نتخلى عن الخلافة. في الوقت اللي أوروبا فيه بتتجمع في 27 دولة وزيادة، 27 أمة لا يجمعها جنس، يعني الألمان بيعتبروا البولون مش من البشر، ألمانيا مش معتبرين حد من البشر، فبالك بتقول له بولونيا، يقول له بولوني دي حاجة عندهم، يعني لا يجمعهم جنس ولا لغة ولا دين ولا جغرافيا متصلة، ده بينهم منادع، ومع ذلك يجتمعوا على فكرة قريبة لهم، اقتربوا فيها من الأصل الذي عندنا، كما صح. يحدث في قضية الديمقراطية. عندنا الأصل هو الشورى، يراد لنا أن نتنازل عن الأصل لنذهب إلى المنتج الفكري اللي وصلوا إليه هم. أنا وصلت إلى هذا عن طريق الوحي، وعندي نظامي الخاص اللي هو الشورى، وهي أكمل وأشمل وأعم وأفضل ملايين المرات. أنا لما أترك الشورى إلى الديمقراطية كالذي تقول له أترك قصرا وعيش في هذا الكوخ. أنا عملت كوخ وشكله حلو، هذا كوخك لك أنت على قدر فكرك. يبقى يراد للأمة ألا تتمسك بهويتها. نعم. ولا أدل على ذلك من المثل الأخير. أيوة. لما عملت بريطانيا وأرادت أن يكون في جامع للدول العربية، حتى عشان زي ما قبل مجموعة الواتس، يعني جامعة الدول العربية دي كانت مجموعة واتس، عشان لما نعم، عشان بريطانيا تبعت الأمر مرة إيه واحدة بدل ما تبعته على على أكثر من دولة في هذه الدول الوظيفية، في هؤلاء الذين يحكمون نيابة عن المحتل بعدما رحل جزئيا، فاسمها جامعة الدول العربية. لكن لما حب يكون في تجمع للمسلمين
لا كلمة جامعة الدول الإسلامية فيها رائحة خلافة. لا يبقى الاسم نفسه والمؤتمرون أنفسهم رؤساء الدول اللي هم الوظيفيين عارفين أنه ممنوع عليهم المسمى أن يقتربوا من مسمى يذكر بالخلافة. طب يعملوا إيه؟ طب يسميها إيه؟ جامعة الدول الإسلامية؟ لا برضو ممنوع. فقال لك طب إحنا دلوقتي عاملين مؤتمر عشان فنسميها منظمة المؤتمر الإسلامي. تخيل أنت مستعمر في مصطلحاتك، أنت مش حر في العناوين التي تضعها. منظمة التعاون الإسلامي ماشي؟ منظمة التعاون، منظمة المؤتمر. صحيح. تخيل. صحيح. لكن أنه فيه صبغة تدل على جامعة تجمع المسلمين أو توحد المسلمين. إحنا عندنا الأمة كانت تتوحد في شخص. لما أنظر إلى الإمام المجدد محمد رشيد رضا رحمه الله، شوف كيف يترك بلاد الشام ويقول لك لا إنه الدعوة والإسلام، وبعد أن قضى فترة في الحجاز يقول لا إنه خدمة الدعوة والدولة والفكرة لابد أن تكون من مصر. نحن جميعا نفخر بكتائب عز الدين القسام. عز الدين القسام ده شيخ أزهري. خلي بالك لو أنتم شفتوا الصورة هتلاقوا لابس العمامة التي نتشرف بها. هذا رجل نشأ في الشام ورحل إلى مصر واستشهد في فلسطين. أو هم مش عايزين هذا الأمر. يبقى ده رجل من الشام تعليمه فين؟ تعلمه في مصر في الأزهر. اللي تعلمه في الأزهر ده وجد أن البيئة التي ينفذها فيها فين؟ الأرض المحتلة. فذهب فكون كتائب الجهاد واستشهد على أرض فلسطين. نعم.